دابا كنتواجدوا في المدرسة العتيقة الموجودة بتراب جماعة الدورة اللي كتبعد عن الطريق الوطنية بخمسة كيلومتر وتابع النفوذ جماعة الدورة إقليم طرفايا. إذن البناية كتشوفها هذه هي البناية كبيرة مساحتها كبيرة الحمد لله كتوفر على جميع المرافق اللي هو قاعة الطلبة اللي كيسكنوا فيها الطلبة هنا الإدارة هنا القاعات هنا المراحيض كيبان لكم المسكن ديال الأساتذة كيبان لكم المسجد المطبخ يعني مجهزة من كل شيء القبة الحمد لله وهذا كامل بالفضل ديال المحسن إبراهيم بن حماد اللي جهزها لنا يعني وترميم ديالها وكل شيء مجهزة بالكاميرات يعني 16 كاميرا هنا هي المراقبة باش كتسهل على المدير المدرسة باش كيعرف تلاميذ الأجواء ديالهم أي تحرك ديالهم كيعرفوا كل شيء الحمد لله. أول شيء حاجة بدينا بالإقامة ديال الطلبة هذا المرفق اللي كيتسع 100 طالب الحمد لله متوفر عليه جميع الأسرة الأغطية كل شيء كيتوفر هنا تيا وهذا بفضل المحسن الحاج إبراهيم بن حماد اللي اشترانا وكتشوفوا هون في هذه البلاصة بأنه الأسرة ديال التلاميذ اللي كيتواجدوا حاليا والأسرة الأخرى كتواجد في الجناح الآخر اللي هي مجهزة وكتبان لكم عن هذا الشيء كل شيء العدد ديال 100 تلميذ لدي وهذه القاعة مجهزة بالكاميرات اللي هي كتخلي المسؤول عن المؤسسة باش يراقب تحركات التلاميذ ويعني كتكون هذه المدرسة تحت مراقبة الكاميرات. تواجدوا الآن دابا في مقر الإدارة، الإدارة هي هذه كتشوفوها مجهزة من جميع الوسائل اللي كتسهل على المدير المؤسسة باش يوفرها للتلاميذ، كل شيء من مكاتب، من طابعة، من تجهيزات، من سكانير، من تطشاو، من بلاكارات، من بيسيات، وهذا اللي كنتواجدوا دابا فيه وهذه التجهيزات كل شيء، هذا بدعم من المجلس الإقليمي للطرفايا. اسمع، وكيبان لكم هنا في المكتب هون كاين شاشه هنا تيا كتبان لكم فيها الكاميرات مراقبه المؤسسه كلها مراقبها المدير قاعد هنا تيا وكيشوف الاجواء ديال المدرسه كامله من برا ومن الداخل باش كيعرفش كيوقع في المدرسه. عينتنا الأوقاف في هذه المدرسة المباركة ننحدر من منطقة الشياضمة وأتينا إلى هذه المدرسة لكي نقوم بالإشراف عليها من وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية. هذه المدرسة والحمد لله تتوفر على جميع الإمكانيات اللي ممكن تساعد طلبة في مواكبة دراستهم والحمد لله استقبلنا مجموعة من الطلبة الوافدين من أنحاء المنطقة. المدرسة مجهزة بجميع الإمكانيات واللوازم اللي كتخصهم لا من ناحية الإدارة ولا من ناحية المأكل والمشرب ديالهم طبيعة الحال ونتمنى من الله أن يوفقنا جميعا. في المسكن ديال الاساتذه اللي هو كيبان لكم وفرنا لهم جميع اللوازم باش يلقاو راحتهم باش يسكنوا والمسكن هو هذا واحد وهذا الثاني وهنا فضاء باش يجلسوا باش الا بغاو يتيو ولا يجمعوا هنا هذا فضاء خاص بالاساتذه.
هذا المكان درنا له 100 بلاكار على حساب التلاميذ باش كلها يدير فيه الأمتعة ديالو، الأغراض الشخصية ديالو يعني، وكلها عنده الساروت ديالو باش يخزن الحوايج ديالو هون والملابس ديالو هون والأغراض ديالو الشخصية. الآن كنتواجد في المرفق الرئيسي اللي هو المسجد اللي تابع لهذه المدرسة العتيقة، وهنا ملي كتشوفوا مجهز من كل لوازم ديالو، وجهزوا هذاك المحسن اللي هو إبراهيم ولد حماد الله يجزيه من الأجهزة ديال الصوت ومن المصاحف من هنايا سمعت كيبان لكم، وها هي المصاحف الأخرى هنا تيا اللي هي كاينة من المصحف دابا كتواجد في هذا المسجد 184 مصحف اللي كتواجد ريك الحمد لله عندنا، وبالألواح الألواح يعني، وهذا المرفق ديال المسجد. قاعة الأكل اللي هي مجهزة 10 طاولات بالكراسي ديالها على حساب الأكل ديال التلاميذ، ومن هون كيبان لكم هاد النافذة هي اللي كيخرج منها الأكل من المطبخ باش كيتزودوا التلاميذ هنا بالأكل هون في هذه القاعة. تشوفوا هنايا متوفرة فيه جميع الوسائل باش يكون الاكل ديالهم، وهنا كيبان لكم هذا الشرجم من هنا الماكله كتمشي كتجلس المطبخ اسمك، وهنا كيبان لكم عندنا الان في وجبه الغداء اللي هي كيوجدوها دابا، وكل شيء التجهيزات الحمد لله كاينه، لا من الثلاجه لا من فريغو لا من العجانه لا من الفران لا من مخزن الاغذيه والاواني ديال اللي كيخدموا بها الناس ديال المطبخ. يعني هنا كتشوف ها الحليب ها الماء ها التمر ها الوسائل كامله هنايا ديال الاغذيه، هذا هو الستوك ديالها هنا تي، هذا هو المحل ديالها. احنا الان كنتواجدوا في مرفق خصصناه للعائلات لزياره الابناء ديالهم، وهذا مخصص للايام اللي غادي تحددها المؤسسه، واحد النهار ولا نهارين يجوا الا بغاو يشوفوا اولادهم الا بغاو يجلسوا معاهم، جهزنا لهم هذا المرفق باش يجلسوا معاهم، هذا الفضاء خارج عن المدرسه يعني في زرها باش يجلسوا مع وليداتهم شنو حاجياتهم الا بغاو يسولوهم بغاو يجلسوا معاهم. الان فوق المؤسسه، والمؤسسة كتشوفوا ديالها هذا هو، هذا شوفوا على حساب الدوش ديال التركة تحت باش يبقاو يدوشوا، وحنا فعلا حنا مع الطاقة البديلة مزيان، ولكن دائما كنتعرضوا لبزاف ديال المسائل ديال انقطاع الضوء بعض الأوقات العطب، ولكن حنا كنحبدوا عن مؤسستنا هذه ترتبط بشبكة الكهرباء، هذا من المطالب ديالنا اللي باغيين ملي تزود بها هذه المدرسه العتيقه. وهون كتشوفوا عن مجهزه بالطاقه الشمسيه اللي هي كتشوفوها كتعطي المدرسه الحمد لله، دابا المدرسه كامله مجهزه بالطاقه الشمسيه الحمد لله.